PEGI 7. منذ زمن ليس بالبعيد اكتشف فأر شجاع ولكن مؤذن عالما صنعته للكرتون المنسي. واجه الفأر تحديات واختيارات كثيرة، لكن في النهاية أنقذ البور من الدمار الكلي بمساعدة صديق جديد، أوزوالد الأرنب المحظوظ. بمساعدة أوزوالد انتصر الخير على الشر واجتمع شمل عائلة. كانت هذه البداية فقط. بينما كان الكرتون المنسي يشيد منازله، كانت المتاعب بالمرصاد. أصدقائي، أصبحت شخصا جديدا. أخطأت في الماضي والآن ندمت بالتأكيد. لا أريد قهر البور، جربته من قبل، بل جئت لكي أنقذها وأعيدها للكل. أرجوكم صدقوني، ما جئت كي أخدعكم. هناك كارثة، إنما أتيت لأنبهكم. أنا أريد أن نصل للأمان. أنا أريد بطلاً شهماً وهمام. هناك خطر لئيم محب للتدمير، كائنات مرعبة آتية في طوابير. كنت سآتي قبلاً، لكنني للأسف بينما كنت في الطريق زلزال بي عصف. خطر وأهوال تقترب منا الآن، إن لم نعمل كوحدة ستنمحي البور. أنا أريد أن أنقذ البلاد، ساعدوني أن أجد شهماً وهمام. أنا أريد أن تساعدوني كي نجد هذا البطل. أهو أنت أم أنت أم أنت أم أنت؟ أوزوالد، هو أنت، لتكون يدك بيدي، ومعاً سنكون أبطالاً. ها قد جاءت فرصتنا لنعوض ما كان. وهكذا اتجهت أورتنسيا وأوزوالد إلى القصر للجوء للكرتون الوحيد الذي يمكنه مساعدتهم في وقت حاجتهم. بالقيام بعمل مدن لأيام وليالي كثيرة، بنى جاس جهازاً سيضع مصير البور مجدداً في أيدي فأر شجاع.